السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم قواعد اللغة العربية للصف الثاني متوسط. راح نحل تمارين نائب الفاعل صفحة 72. التمرين الأول، استخرج من الجمل التالية الفعل المبني للمجهول وبين نائب الفاعل وعلامة رفعه. أولا، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يعرف المجرمون بسيماهم. هنا عندنا الفعل المبني للمجهول هو يعرف، طبعا هذا الفعل هو فعل مضارع. الفعل المبني للمجهول اذا كان فعل مضارع بضم اوله وفتح ما قبل الاخر، فهنا عندنا الفعل المبني للمجهول هو يعرف، نائب الفاعل هو المجرمون. المجرمون هو نائب الفاعل. طبعا نائب الفاعل شو يكون؟ يكون مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. زين، النقطه الثانيه، قال الشاعر: يصاب الفتى من عثره بلسانه وليس يصاب المرء من عثره الرجل. فهنا عندنا يصاب وهنا كذلك عندنا يصاب، فهذا الفعل المبني المجهول هو يصاب، نائب الفاعل هو الفتى، علامة رفعه الضمة المقدرة لأن هنا معتل الآخر. زين، الكلمة الثانية، يصاب المرء، المرء هو نائب الفاعل، علامة رفعه الضمة الظاهرة. زين، النقطة الثالثة، وضعت النفايات في الأماكن المخصصة. هنا عندنا وضعت، وضعت هو الفعل المبني المجهول، النفايات هو نائب الفاعل، علامة رفعه الضمة الظاهرة. طبعا نفايات جمع مؤنث سالم فيكون مرفوع بالضمة. زين، النقطة الرابعة، يقدر العاملان المنتجان. هنا عندنا يقدر، يقدر هو الفعل المبني المجهول، العاملان هو نائب الفاعل، راح يكون مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. النقطة الخامسة، من طابت سريرته حمدت سيرته. هنا عندنا حمدت هو الفعل المبني للمجهول، فعل ماضي ضم أوله وكسر ما قبل الآخر، فنائب الفاعل هو سيرته وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هذا حل التمرين الأول. التمرين الثاني، اكمل وأضبط الكلمة بالشكل ثم أدخل الكلمات في جمل مفيدة. راح نسوي مثل هذا المثال. عندنا هذا الفعل فهمة، من نحوله إلى مبني للمجهول في صيغة الماضي راح يصير فهمة، ضم أوله وكسر ما قبل الآخر. زين، وفي حالة المضارع ضم أوله وفتح ما قبل الآخر. زين، وندخل بجملة مثل فهم الدرس. زين، منطينا هذه الكلمات هنسويها مثل هذا المثال. جمع يصير جمع في الماضي، جمع ضم أوله وكسر ما قبل الآخر. أما في الفعل المضارع ضم أوله وفتح ما قبل الآخر. وندخلها بجملة مثل جمع المال، جمع المال. زين، علم تصير علم، علم بالفعل المضارع تصير يعلم، فهنا ضم أوله وفتح ما قبل الآخر. والجملة علم الخبر، علم الخبر. زين، استعمل تصير استعمله، استعمله ويستعمل، هنا ضم أوله وفتح ما قبل الآخر. والجملة استعمل الحاسوب. زين، أكل تصير أكل، أكل في الزمن الماضي ضم أوله وكسر ما قبل الآخر. أما في الفعل المضارع ضم أوله وفتح ما قبل الآخر مثل أكل الطعام. زين، درس تصير درس. أما في الفعل المضارع تصير يدرس، هنا ضم أوله وفتح ما قبل الآخر. والجملة درس الدرس. صار واضح؟ هذا حل التمرين الثاني. زين، التمرين الثالث، عين نائب الفاعل وميز نوعه في الجمل الآتية. أولا، أمرت بطاعة الوالدين. هنا عندنا الفعل هو أمر، الفاعل طبعا هي شنو الأصلها؟ أمرني الله بطاعة الوالدين. الله هو الفاعل محذوف، فهنا التاء راح تكون هي نائب الفاعل. هنا عندنا حل التمرين الثالث، نائب الفاعل هي ضمير التاء، نوع ضمير متصل. زين، النقطة الثانية، تذاع أنباء العالم في حينها بوسائل الإعلام الحديثة. هنا عندنا تذاع، تذاع الفعل المبني المجهول، نائب الفاعل هو أنباء. زين، شنو نوعه؟ اسم ظاهر مفعول به، لأن أصله هو مفعول به، لكن من انحذف الفاعل حل محل الفاعل وأصبح نائب فاعل. زين، النقطة الثالثة،
يجلس فوق الكرسي. هنا عندنا الناب الفاعل هو فوق الكرسي ونوع شبه جملة ظرف مكان. زين، نقطة الرابعة، يحترم المخلصون لإخلاصهم. هنا عندنا المخلصون هو نائب الفاعل ونوع مفعول به اسم ظاهر. زين، نقطة الخامسة، عمل الخير عمل يجب أن يستمر. هنا عندنا يستمر هو الفعل المبني المجهول، إذن عليه هو نائب الفاعل، عليه هو نائب الفاعل ونوعه هو شبه جملة جار ومجرور، لأن هنا عندنا على هو حرف جار والهاء اللي هو ضمير متصل اسم مجرور، فهذه الجملة هي جار ومجرور. صار واضح؟ هذا حل التمرين الثالث. التمرين الرابع، ضع كل كلمة مما يأتي في جملتين بحيث تكون مفعول به في الجملة الأولى ونائب فاعل في الجملة الثانية، وغير ما يحتاج إلى تغيير. يعني هنا عندنا هذه الكلمات راح ندخلها بجملة، مرة تكون مفعول به ومرة تكون نائب فاعل. فهنا عندنا أول شيء الطبيباني، الجملة راح نسوي الطبيبان مفعول به، شو تصير؟ كرم المدير الطبيبين. فهنا عندنا كرم فعل، المدير فاعل، الطبيبين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. زين، هذا في حالة إذا كان مفعول به. زين، نريد نحوله إلى نائب فاعل، فنحذف الفاعل والطبيبين راح يحل محله ويكون نائب فاعل فيرجع مرفوع، فتصير كرم الطبيباني، كرم الطبيباني، لهنا صارت الطبيباني نائب فاعل فيكون مرفوع علامة رفعه الألف. زين، ثانيا الحديقة، مثل حرث الفلاح والحديقته. زين، هنا عندنا الحديقة مفعول به، فعل فاعل مفعول به، أما إذا أريد نسويها نائب فاعل فنحذف الفاعل، فالحديقة راح تصير هي نائب الفاعل، فتصير حرثت الحديقة، حرثت الحديقة. زين، النقطة الثالثة، المحامي، مثل شكر القاضي المحامي. زين، إذا أريد نسويها نائب فاعل تصير شكر، شكر المحامي. زين، النقطة الرابعة، المسلمون، يحترم الناس المسلمين، يحترم فعل، الناس فاعل، المسلمين مفعول به. زين، إذا أريد نسوي نائب فاعل تصير يحترم المسلمون، يحترم المسلمون، فهنا المسلمون صارت نائب فاعل. زين، خمسة، المتحف، يزور السائح المتحف. هنا عندنا المتحف مفعول به، نسوي هنا الفاعل فنحذف الفاعل فهو اللي راح يحل محله ويكون نائب فاعل، فتصير يزار المتحف، يزار المتحف. هذا حل التمرين الرابع. زين، التمرين الخامس، تأمل الجمل التالية ثم أجب عن الأسئلة. يمنح المتفوق جائزة. عندنا هذه الأسئلة راح نجاوب عليها على هذه الجملة. ما نوع الفعل في الجملة من حيث التعدي واللزوم وما أحرابه؟ يعني هنا عندنا هذا الفعل، شنو نوع هذا؟ فعل متعدي أم فعل لازم؟ هنا نقول فعل متعدي إلى مفعولين، ينصب مفعولين. زين، أعرابه، فهنا نقول فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع علامة رفعه الضمة. زين، النقطة الثانية، أين الفاعل في الجملة وماذا حل محله؟ هنا نحل النقطة الثانية، حذف الفاعل وحل محله نائب الفاعل. زين، النقطة الثالثة، ما أعراب كلمتي المتفوق وجائزة؟ هنا عندنا المتفوق هو نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، جائزة راح يصير مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. طبعا هذه بالشرح حطيتكم إياها ملاحظة، إنه الفعل المتعدي اللي ينصب مفعوليا من يحذف الفاعل، المفعول به الأول راح يكون هو نائب الفاعل، هو نائب الفاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أما المفعول به الثاني راح يبقى مفعول به، فراح نقول مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. زين، هذا حل العفو، هذه هنا عندنا النقطة الرابعة، ما أسباب حذف الفاعل؟ أسباب حذف الفاعل ذكرناها بالشرح، يا أما العلم به أو الجهل به أو الخوف منه أو عليه أو للاختصار، هذه الأسباب تؤدي إلى حذف الفاعل من الجملة. زين، التمرين السادس، حلل ثم أعرف ما تحته خط. أولا قال تعالى وجمع الشمس والقمر، هنا عندنا جمع الشمس راح نعربها
وثانيا تقاس الأمم بوعي شبابها، هنا تقاس الأمم كذلك إعرابها. زين، جمعة فعل ماضي مبني المجهول مبني على الفتح، الشمس نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. تقاس فعل مضارع مبني المجهول مرفوع علامة رفعه الضمة، والأمم نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. هذا حل التمرين السادس. أما التمرين السابع هنا عن تقويم اللسان، صحح الخطأ الموجود في العبارة التالية بعد عودتك إلى ما جاء في تقويم اللسان. طبعا موجود من موجود عندكم تقويم اللسان، تصير بحثت عن وليس في، هذا في هنا عندنا خطأ، نقول بحثت عن، نقول حي وليس حي، هنا عندنا حي، الصحيح هو شنو؟ الصحيح هو حي على الصلاة. صار واضح؟ هذا حل تمارين نائب الفاعل، وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.